مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح يكون عن تحدي البيتزا انا ضد رمان. بس قبل ما نبلش انسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات يلا نبلش. فكرة الفيديو هي رح يكون هون عنا عجينة البيتزا واحنا رح نحط فيها اي شيء بدنا اياه. بالمختصر اليوم انا وروان رح نتغدى على البيتزا، احنا رح نسويها لحالنا يعني نتعشوا. تتعشوا طبعا رح يكون في بيتزا قدامنا واحنا رح نزينها قد ما بدنا نسوي اي شيء بدنا كيكه نزينها ورح نخلي عندنا يحدد الذكي او لا. ممكن يكون نفس الشيء حتى لانه انا نفس الشيء. انا اليوم حبيت اعلمكم البيتزا. انا بعرف على طريقتي روان وريان. طبعا ماما سوت العجينه، قصدي انا. اوكي هلا انتم حتسوي كل واحدة صينيه ونشوف مين اذكى، احنا كلنا حنحكم. طبعا ماما اليوم بتعلمنا البيتزا على طريقتها لانه انا كثير بحب بيتزا. انا بعرف اسوي بيتزا ماما الحمد لله، فريان ما بتعرف بس بحط يعني جبنه والكيتشب ما بعرف شو اسمه هذا، بحط المكونات. لا مو كيتشب، قصدي ماما بتسوي صوص لحالها بالبيت، كله ماما بتسوي. جرب هلا يلا نبلش يجيبوا الاشياء. هلا جابوا لنا العجينه، نلبس جلافز. طبعا اول شيء انتم تغسلوا ايدكم كثير منيح وتفكوها بالصابون. هلا وين الجلافز؟ الجلافز هلا ماما بعد ما جابت لنا كل الاشياء اللي هم جبنة موزاريلا. لا هاي موزاريلا. لا هاي موزاريلا. جابت موزاريلا وعكاوي، جبنة عكاوي وعنا فلفل حار كثير هذا هو، واوريجانو كمان اللي هو الزعتر البري، وعنا بابروني. هذا مو مشروم. مشروم بابروني. انا فكرت المشروم هي مسويها زي بابروني. مشروم هاي هي هذاك المشروم ورا. لا قصدي هذا، هذا شو اسمه؟ انا مشروم انه هاي هاي في ناس بتحكي عنها مرتديلا، في ناس سنيوره، في ناس سنيوره قصدي. ايوه انا بحكي عن بابروني. بابروني وبصل، زيتون، زيتون اخضر، اخضر طماطم زي احنا بنتعلم هون. لا هي عم تتعلم هون. زيتون، زيتون اسود، مشروم، مشروم، فلفل اخضر، ذره، ذره. طبعا انا مش فن الذره فما راح احط ذره. والصوص تبع ماما سوته هلا قدامي. سو اول شيء بدنا هيك يعني نفرد عجينه شوي. أنا عم تخبط في مكان فاضي يعني صح؟ شو أول شيء راح تحطه؟ الصوص. صح برافو. كسر كيف وقع هيك؟ بعدين نسوي هيك ونضيف كمان. هنضيف هنا كل مكان. احنا كل ما نطلب من أي محل بيتزا بنحكي إنه يقلل الصوص، بس تعال ماما صوص أسخن منهم فحضيف. ريان ادهني أول، كأنك كترتي ريان. كثير كثرت مو هيك. حاولي تدهني هيك اقل معلقه يعني. لازم ما نخلي هيك شكله. لا لا ما كثرتي، كملي عادي بس مش هيك خليه. يا ماما هيك شو ما تدهني بكل الصينيه ريان، خلي هيك يكون تقريبا شكله. لازم اكثر يعني. روان بحتاج كمان. بعرف انا بسوي اول نص. لا اول مش بحبش الدهن. اكثر شيء بكرهه هو لما ادهن صراحه يعني. فيك تساعديني؟ طيب اساعدكم. يب. هلا بعد ماما ما ساعدتنا ندهن الصوص رح نحط جبنه بعدنا اي شيء بدنا اياه. اوكي حنحط اول شيء جبنه موزاريلا. هاي موزاريلا انا احط من تنتين. ريان تعكسي موزاريلا من عند روان. انا رح احط من تنتين. اوكي فيك تخلطي. ما هو هنا اسوي. انا بحب الموزاريلا كثير. انا رح اكثر جبنه مره. بيون. طبعا هلا ريان مشي على الطاوله على الصينيه. فرديها بكل مكان. انا دائما بيزتي اذكى من رمان. هلا حتشوفوا. انتي اول مره سويتي بيتزا؟ بلا ماما مش انا كنت اسوي دائما بيتزا معك؟ انا اللي كنت اسوي. ريان حطي بالاماكن الفاضيه. ايوه هي عم بعمل. سو هلا بنحط. اخذتي كل الموزاريلا حرام عليك. شوفي دعكي فاضيه. كانه خلصت الموزاريلا. هلا حاخذ من هاي ونحط كل الاماكن الفاضيه. روان ماما انا بحتاج كمان موزاريلا صح؟ لا لا كثير كثرتي كثير حتى انا. اوكي هلا حنحط جبنه عكاوي. ليه اسمها عكاوي؟ شيء غريب. شو يعني؟ من عكا. وين عكا؟ هي عكا. عكا فلسطين. بلد فلسطين. كثرتها كثير. انا هاي بستعملوها للكنافه الجبنه وللقطايه. كثرت بسوي لها اياها بابا عشانها بتمط. اذا بدكم بابا يسوي لكم كنافه مقلقلية صح؟ لازم كمان. لا انا ما ضفت على فكرة جبنة، بدكم كمان؟ هلا بعد ما حطينا الجبنة انا كترت شوي بس من النص بنقلل عشان ما يوقع جبنة لما نقص. عادي لو كترتوا لانه انتم بتحبوا الجبنة كثير. هلا احنا بلش نحط اي شيء بدنا اياه.
شفات. هلا على كيفكم. اوكي اول شيء انا ما بحب غير شغلتين من كل هذول الحمد لله. انا كمان ما بعرف شو زيتون اسود. سو اول شيء بنحط الزيتون. ريال مش بس انت حتاكلي كلنا عن جد. فكرتوا لي بس. انا بالنسبه لي بحب المشروم كل شيء على الطاوله بحبه. بحب المشروم والفلفل. لا لا بدك شوي هلا بطعميكي زعلانه بتاكل من بيزتي حرام تعودت. كترت شوي اخر عشان هي بتفكر. هلا بنحط زيتون مش اكيد اكيد انت اصلا حتحط خليلي اصلا عنك. اوكي بعد ما حطينا زيتون نحط البهارات. فيك محتاج كمان صح. انا ما بدي احط الطماطم بس رح احط عشان هم ياكلوا تاتي زاكي. خلصت الفلفل ماما. شنو هاي ماما ما ضل فلفل. انا ما بقدر اتحمل هيك. اي كانت نو ما بقدر اعيش. انا كثير بحب الفلفل بالفلفل. خلص ما في داعي تعذبي حالك اخذيها. اذا بدك فلفل هاتي اخذ. ايوه بدي. شوفوا انا ما كثير كثير وضحها. شو كل هالفلفل؟ اذا فلفل بتكون ماما بتحب الفلفل. ماما حتى عندنا فلفل حبيبتي حتوصل لك. هاتي اوصل لك فلفل وحط المكون اللي بعده. ما ضل شيء انا عندي خلص هذول. لا والله لا لازم تحطي هم حيحكموا. اوكي حضيف شوي من الاخضر ما بعرف ليش بس انه انا خلصت امزه وعدي. الطماطم اكبر عدو لي. وصوت الطماطم لا تنسي انه مش لحالك تاكلي. عادي حياتي ماما انا ما اهتم فيهم. يعني في طماطم فيك تشيلي انت بس هم بحب شكل هيك الاحساس. تمام انا حبتين بس. شفتوا الفيديوهات اللي نزلناها مع رغد زي تحدي لا تختار صوص الخاطر. ميرا عم تصرخ عشان تلعب ببجي وعملنا زي عملنا معها تحدي تختار صوص الخاطر وعملنا تحدي العيديه. روح شوف واحد يكون تحت بصندوق الوسط. يا حرام خلص العيد لا تختار صوص الخاطر كان كثير حلو الفيديو. روح حضروه كمان مره كان بضحك. لا انا حكيت عن ماما. ماما كثير بتحب وبابا بيحبوا هذا. ما راح احطه بموت منه كثير حار. انا ما احط غير اللي بيعجبني ما بهتم بباقي الناس. ما خلصت صراحه يعني يا عامل. انا بدي واحده تعملوها نصها سبايسي علشان بابا بحب السبايسي. اوكي شايفين باكل 5 حبات. مره افطرنا برمضان انا طلبت ماما تعملنا بيتزا وافطرنا بيتزا. انا اكلت بيتزا كامله لحالي مصدقين. بحب البيتزا تاعت ماما اسكى من برا. ماما رح اعمل حار بس ما بدي احار من حار مستوى حد اندمي. انت عارفه سوي لماما الحار هي وبابا بحب الحار. ما لا تحطي عليها كلها لانه مو كلكم تحبوا الحار. كثير كبير. ما بدي احط حار. اوكي انا بتوقع خلصت البيتزا. انت حطي حار انا ما راح احط حار. شايفه حد حط طماطم لهلا. ما راح احط عدوي عدوي. ريان شو رايك نعمل هاي على ذوقي انا وانت وهذيك على ذوقهم هم عشان هم ياكلوا احنا ناكلها. طبعا عيلتي بتحب كل شيء موجود هون تقريبا الحمد لله. لا مش كل شيء. طماطم اول شيء. دره ما بنحبها على البيتزا. ماما انا خايفه امسك ولا البصل. بتاكدي بدك فلفل في الاحوال كلها تاكل البيتزا. ماما انا خايفه امسك نصها. اوكي اي نص هنعمل هذا النص فلفل. بيتزا بيتزا بيتزا. طبعا عم بحط البيتزا. عم بحط بيتزا. ماما انت بدي حار ما تخلي انا عم بقول لك نصها حار بتكون. خلينا نقلل. ماما بدك كمان طماطم. كمان طماطم؟ حطي حتاكلي منها هاي انت؟ لا حاكل من هاي لكم. طيب ماشي. اوكي تحبوا بصل؟ لا هذا؟ حنحط كمان مشروم لما ما بدهم. طب بدكم هاد؟ اوريجانو فينا نحطه بعد ما تستوي البيتزا بنرش رش على الوش. ايوه طيب الاوريجانو بعد هاي احيانا باكله. بسم الله. متذكرة زمان كنا ناكل المشروم بس ماما تعملنا اياه كيف؟ مع بصل. ايوه لكن هلا بطل. كان قلي زيت وبصل. ايوه كان طيب لسه طيب لكن هلا حب اكل حاله. ايلا بدك بيتزا؟ لا اوكي ايلا بدها مشروم. ايلا احتاجتي عندك. اوكي انت خلص رمضان بسرعه بتعرفي. اوكي بدكم اي شيء ثاني ذره اضافات؟ انا حضيف جبنه زياده. زيتون اخضر شو رايك نجرب؟ هاي لكم انتوا اختاروا. شو هتجرب اليوم مش عنا. حطيت شويه زيتون. دوان مش ناوي تلونيها بيتزتك خضراء. يمكن حبة طماطم. هاي بيتزا صح شايف بابا. او بدكم كمان طماطم. هاي بدك كمان طماطم. لا شيليها. بدك طماطم زي ما بدك.
اوعك تحطي على البيتزا تبعتي هاي بس من نصرها احط. شو رمان مظهر؟ على كيفك انت وريان. رمان احنا بتعمل لها اتفاقيه. لا اعمل لها اتفاقيه بس. صارت تخزن لازم نقلل كثير. طيب خلصت. كنت تحطوا شيء ثاني من المكونات؟ اه شويه ما كنت تحطوا بابروني؟ بابروني بدك احط. لا انا ما بدي. انت حابه؟ اوكي. انا ما بحبها. طب عشان انت حاشيله. شو بدكم شيء ثاني؟ احنا عم هون. انتوا بدكم شيء بالبيتزا تبعتكم؟ انتي حاطين طماطم هيلا ولا بس خلاص. ايوه متاكدين لازم اشيلها. ميرا بدك اضافات؟ بدك ميرا بتحب البصل؟ بدك البصل. مين ما حد بحب البصل على البيتزا؟ باي. اوكي اذا خلصتوا خليني اخبزهم. في احط صوص فوق كمان؟ لا ما لا لا تخرب البيتزا تبعتي خلاص تخرب. لا طايه زول. اوكي هلا رح نحطها بالفرن لحد ما تستوي ونرجع لكم. هلا بدنا نخبز البيتزا تبعتي انا وروان بالفرن. وبعد ما نخبز هاي البيتزا واللي روان سوتها واللي هي من ذوقي وذوقها رح نسوي بعدين ونخبز البيتزا تاعت ماما وبابا. وهلا بعد ما نجهز البيتزا رح ندوقها وحنستنى بين ما البيتزا الثانية. طبعا هاي البيتزا من ذوقنا. هي لزحت الكاميرا. طبعا كولا عشان نتمنى واحنا بندوق. حامي اكل بس ده بجد ساخن. حط طماطم عليها. لايك صح. كولا عشان اوكي كثير كثير زاكي اصلا اكيد يعني عشان نزقنا انا وريان. طلعت كثير طيبه لانها من ذوقي وروان كانت تساعدني. طبعا البيتزا عنده حتى البيتزا ثانيه اكيد عيلتي حيحبوها اكثر من هالبيتزا. ولا احس انها البيتزا ثانيه تيجي لكن خلينا نكمل اكل. طبعا البيتزا تاعي سويناها نفسها بالضبط لكن التوب تبعها غير. هلا فوتها غير. حننهي الفيديو ونروح نورجيكم كيف طلعت التانية. سو هاي كان فيديو اليوم. اذا حابين تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير شارات. باي.